جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة اليوم مع بدء شورى إجراءات مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية. الصدر يدعو لتشكيل لجنة حكومية وبرلمانية لمتابعة أحداث الحويجة بعد مقتل وإصابة العشرات. اشتباكات داخل مطار منجل العسكري شمال سوريا، وقوات النظام تقتحم قريتين بريف حمص. مشاهدينا الكرام، انتصف النهار هنا في القاهرة، هي 10 صباحا في جرينتش، نشرة إخبارية شاملة سياسية واقتصادية ورياضية. البداية دائما سياسية وشأننا المحلي، وأيمن السيد ليك أيمن. شكرا شيرين ومرحبا بحضراتكم. تعقد اليوم بدار القضاء العالي جمعية عمومية طارئة لنادي القضاء لمناقشة ما يتعرض له القضاء والسلطة القضائية وما حدث في جمعة تطهير القضاء. كما يتم مناقشة مبدأ تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية لمجلس الشورى دون رجوع للقضاء أنفسهم. في غضون ذلك أعلن اتحاد النقابات المهنية تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة من أمام نقابة الصحفيين لمقر دار القضاء العالي اليوم، وذلك للتضامن مع عمومية القضاء. يأتي هذا بينما وجه بعض أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة للمستشار الزند رئيس نادي القضاء على خلفية ما وصفوه بالإنذار الذي وجهه للمجلس بعدم مناقشة تعديلات حزب الوسط على قانون السلطة القضائية. المزيد من المتابعات حول هذا الموضوع معي المستشار أيمن عبد الرحمن، أستاذ القانون ورئيس هيئة قضايا الدولة. سيادة المستشار، في البداية تحياتي، وما رأيك في هذا الصراع الدائر حول قانون السلطة القضائية؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين، بس أنا عايز أصحح، أنا المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. بالنسبة لحضرتك بالصراع، أنا لا ليست لي علاقة بالصراع السياسي بين الأطراف اللي حضرتكم ذكرتوها في النشرة، لكن أنا عايز أقول لحضرتك معلومة دستورية وقانونية مؤداها أن على كل سلطة عندما تمارس اختصاصها أن تحترم اختصاص السلطة الأخرى. هذا هو المفهوم أو العنوان الدستوري والقانوني للمجريات الأحداث اللي احنا بنعيشها دلوقتي. على كل سلطة من السلطات أن تحترم اختصاص السلطة الأخرى ودون أن تتغول عليها. التعامل مع الجمعية العمومية لنادي القضاء التي ستعقد اليوم، من وجهة نظرك أي من القرارات من الممكن أن تتخذ في حين أن المشروع يناقش الآن داخل مجلس الشورى؟ ما أنا بقول لحضرتك، نادي القضاء يعقد الجمعية اللي هو عايزها، ومجلس الشورى يقوم بمباشرة اختصاصه اللي حدده له الدستور، وعلى الجميع أن يحترم كل واحد منهم الآخر. أشكرك شكر جزيل سيادة المستشار، شكرا لك. هذا وقد أحال مجلس الشورى للجنة التشريعية الاقتراح المقدم من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بتعديل قانون السلطة القضائية. على جانب آخر، يستكمل مجلس الشورى مناقشة مجمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. وللمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا من مجلس الشورى مراسل التلفزيون أحمد وجيه. أحمد، بعد التحية، أهم ما ستتم مناقشة اليوم في اجتماع اللجنة. اليوم بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية والمقدم من ثلاث أحزاب أو ثلاث رأس سياسية. هي في القانون اللي علقه المقدم الآن هو قانون المقدم من حزب الوسط حول تعديل بعض قانون لبعض أحكام قانون السلطة القضائية، وما زال هناك داخل الجلسة نوع من الجدل الساخن حول البدء في مناقشة مواد هذا القانون من عدمه، حيث أنه البعض يعترض على البدء في مناقشة هذا القانون من الأصل،
قولا او تاسيسا على ان الحكومه اولا لم تحضر لم يحضر ممثل عن الحكومه لمناقشه هذا القانون، وايضا السلطه او المجلس الاعلى للقضاء لم يحضر احد منهم لمناقشه هذا القانون. تاسيسا على ذلك البعض يرجو البدء في مناقشه القانون فيما يرى الطرف الاخر الذي يرى التعديل بمناقشه هذا القانون ان هذا اختصاص السلطه التشريعيه مجلس الشورى حاليا بصفه مؤقته وبالتالي يجوز البدء. ولكن على كل حزب النور تحديدا يعترض على البدء في مناقشه القانون ويقول انه لابد من وجود ممثل عن الجهه ذات الاختصاص الاصيل وهي السلطه القضائيه، والبعض الاخر يرى ان التعديلات لا تمس السلطه القضائيه بل تعزز استقلالها، وان كان النقاش يدور حول تخفيض سن السن حاله الى المعاش بالنسبه للقضاه، ويقول انه يمكننا التفاوض في هذا الشان والوصول الى صيغه ترضي جميع الطرف. ولكن ما زال الجدل دائر حتى الان داخل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه، والجلسه على ما يبدو انها ستكون ساخنه جدا. نعم، مراسل التلفزيون احمد وجيه من داخل مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي بأن الرئاسة تدرس الاستقالة التي تقدم بها محمد فؤاد قضلة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية. كان قضلة قد أعلن استقالته من منصبه أمس، وأوضح في نصها رفضه لما وصفه بتهميش الشباب والاعتداء على السلطة القضائية، ودعا الجميع للاعتراف بالخطأ في حق الوطن وبداية حوار من الثقة والتعاون بين الجميع. قام الرئيس محمد مرسي بوضع إكليلين من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. رافق الرئيس مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء. كان الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قد جدد تقدير القوات المسلحة لعطاء أهالي سيناء ولتضحياتهم على مدار التاريخ ودورهم في دعم الجيش باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي في ندوة تثقيفية نظمتها الشؤون المعنوية بعنوان سيناء بين عراقة الماضي وآفاق المستقبل، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى 31 لتحرير سيناء. أجلت محكمة جنايات دمنهور نظر قضية قتل المتظاهرين في البحيرة الجلسة 26 من مايو المقبل، والمتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق وثمانية من قيادات وأفراد الأمن. جاء التأجيل لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، حيث قررت المحكمة تخصيص أيام 26، 27، 28، 29، 29 للاستماع لمرافعات الدفاع. تصدر اليوم المحكمة الإدارية العليا حكم في الطعون المقدمة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والاتصالات على الحكم الصادر بأحقية طلاب جامعة النيل في مبنى واحد فقط من المباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإصدار حكم جديد بأحقية جامعة النيل في جميع الأراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية. وللمزيد من المتابعة لهذه النشرة مشاهدينا الكرام، يتوجه وزير الخارجية محمد كامل عمر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستمر نحو أسبوع يبحث خلالها عددا من الملفات. يشارك عمر خلال الزيارة في نقاش تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تسوية النزاعات في إفريقيا، ومن المقرر عقده غدا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. كما يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري الاثنين المقبل، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص للجانب العربي لتنسيق المواقف قبل لقاء الوفد مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وصل وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل الى القاهره في اطار جولته للشرق الاوسطي التي شملت كل من اسرائيل والاردن والسعوديه، حيث يلتقي بنظيره الفريق السيسي كما يلتقي بالرئيس مرسي في وقت لاحق. وخلال زيارته للرياض قام هاجل بوضع اللمسات الاخيره على صفقه اسلحه مع المملكه اغلبها تختص باسلحه ومعدات للقوات الجويه والدفاع الجوي. اما في عمان فقد اجتمع هاجل مع الامير فيصل بن الحسين لبحث القضايا الاقليميه وعلى راسها الازمه السوريه ورد الفعل
الفعل المحتمل في حال وصول الصراع إلى الأراضي الأردنية، بالإضافة لتعزيز التعاون العسكري ما بين البلدين. وقد أعلن هاج خلال الاجتماع عن قرار البنتاغون بنشر 200 خبير عسكري في الأردن للاستعداد لعدد من السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة في سوريا ولمراقبة الحدود. أعلنت قيادة عمليات دجلة انسحاب أفراد الجيش العراقي من مركز قضاء الحويجة وتمركزها في مواقعها الأصلية، في حين انسحبت قوات سوات إلى جنوب كركوك. من جانبه دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل لجنة برلمانية وأخرى حكومية أمنية لمتابعة تداعيات الأحداث بمدينة الحويجة بكركوك، مطالبا باستدعاء جميع الأطراف المعنية في الأحداث لمجلس النواب. في حادثة أعادت التوتر إلى المشهد العراقي، اقتحمت قوات من الجيش ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال 75 شخصا حتى ساعة كتابة هذا التقرير. وفيما علل الجيش اقتحامه ساحة المعتصمين إلى تعرض جنوده هناك